شحنوا الكرة تعود إلى نيجل ديانج إلى ريتشاردز لعبها ريتشارد شو فيليبس الله الله يا ريتشاردز إلى شون رايت فيليبس وهدف المباراة الأول للمان سيتي هدف المباراة الأول للمان سيتي هي لحظات إلى دقائق حتى يتقدم الجماهير قبل نهاية شوط المباراة الأول يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام ريتشاردز بدأها إلى باتريك فييرا باتريك هو من صنعها وهنا رايت فيليبس هو من سجلها في شباك الحارس كوستيل بانتليمون الله يا باتريك لم تنتهي يا باتريك ما زالت الخبرة موجودة